تلما مبين عندك شوف شو حاكي طلع قال لي والله رسائل بدري شو هي نازل مخبي الصين ايوه رايحين كلهم قلت له شو اللي يا شو اللي يا انه عبينا لا لا ما مثل نعبينا بعد اي 24 ساعة ايوه شايف هذا الناطور اللي قاعد عم يحط علي السلام عليكم هيا ابو حسين عم يسلم عليك والله كيف حالك ابو العم علي عديل الله حيه عديل والله كيفك شلونك ان شاء الله مبسوط ان شاء الله شلون الاولاد والعيله كلها علي بالعديل الله حيه الله حيه بالعقيد والله هيا ابو عماد السلام عليكم علي ابو حسين شلونك شلون اولادك ان شاء الله بخير شلون اخواتك طمنا عنكم هي المختار ابو عبده وفضلون لك الله حي بيت البرغوت كلهم لك الله يرحم ابوك وقت اللي كان عندنا بالحاره بجنب بحارة بيت الضبه كانوا يسموه الحارة بيت الضبه عمته عمتك الله يرحمها بتعرفها ايش ايش عمول له عمته ايش عامل له الله يرحمها بجاه النبي ترحم عليك وعلينا كمل كمل الله حيك ابو حسين والله انت شفت انا دايقه بصورتك على الفيس منشوره مكتوب عقيد هذا عقيد مكتوب ابو حسين البرغوت قلت والله هذا جارنا عقيد هذا عقيد عقيد هذا وين عم تقول عقيد